طيب النهارده بقى عايزين نتكلم عن البيمز، تصميم البيمز. اهم حاجه في تصميم البيمز طبعا البيمز دي ايه؟ الاستريمنج اكشنز اللي بتكون موجوده عليها. مبدئيا كده البيمز الكاميرا العاديه بيبقى عليها ايه؟ النورمال والشيمر، صح كده؟ يبقى هي لما نيجي نصممها هنصممها على الثلاثه دول، نورمال وشيمر وايه؟ ونورمال. طيب حاجه مهمه جدا لازم تعرفها مبدئيا كده قبل ما ندخل في اي حاجه، هما حاجتين مهمين جدا هنتطرق ليهم، حاجه اسمها اللوكال باكلينج وحاجه ثانيه اسمها لاترال تورشنال باكلينج. هو يعني ايه اصلا كلمه لوكال باكلينج؟ لوكال باكلينج دوت يعني اصلا الاول جلوبال ولوكال. جلوبال دي حاجه خاصه بالمنشا ككل، يعني انا لما كنت باجي اوصف المشروع ده بقول ده ليه جلوبال اكسيز، كان بيبقى اسمها اكس واي واي وزد، صح؟ انما كل ممبر من ده بيكون لمين؟ لوكال اكسيس. عندك في اللوكال باكلينج بقى، لو انا عندي مثلا الكاميرا ادي بتاعتي اللي هي الاي بي العاديه، ايه اللي بيحصل؟ بتبقى معرضه بتكون الكاميرا دي زي ما قلنا معرضه لمين؟ لفورس نورمال، صح؟ نورمال وشير ومومنت. هو النورمال ده بيعمل ايه؟ النورمال ده ممكن يبقى ايه وممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى شد وضغط. الفكره كلها طبعا بيبقى على الكاميرا، طبعا بيبقى كومبريشن. تمام؟ فانت عندك القطاع بتاعك ده مكون من ايه؟ مكون من فلانجتين وويب. نتيجه الضغط بتاعك دوت الكومبريشن هتلاقي فيه حصل تشوه كده فين؟ في الفلانج. ده بيسموه لوكال باكلينج، يعني بس الشفه بتاعت الضغط اللي فوق ديت بتاعت الفلانجه هي اللي حصل لها ايه؟ تشوه، هي اللي حصل لها باكلينج. تمام؟ فحصل لها كده ايه؟ ديستربنس كده بيقولوا عليه كده. خلاص؟ لكن الباقي الويب والفلانج اللي تحت لا مفيش مشكله، زي ما هم مفيش اي مشكله فيه. يبقى اول حاجه عايزين بقى نعمل ايه؟ نشوف موضوع اللوكال باكلينج ده. اللوكال باكلينج ده هيخلينا ندخل في حاجه اسمها تصنيف القطاع. القطاع بتاعي ده هل هو كومباكت ولا نون كومباكت ولا سلندر؟ خلاص؟ طيب يبقى كده احنا فهمنا مين؟ موضوع اللوكال باكلينج اللي هو بيحصل بس على مين؟ على جزء منين؟ من القطاع وليس ككل. طيب يعني بنفس الشكل اللي انت شايفه دوت، الشفه اللي فوق دي حصل لها ايه؟ هي اللي حصل لها باكلينج فقط. طيب لو جينا بصينا كده على تصنيف القطاعات بقى، عندك قطاعات كومباكت. القطاعات الكومباكت ده اللي هو ايه؟ قطاعات الكومباكت ما بيحصلهاش اي نوع من انواع اللوكال باكلينج، ودي ممكن تقدر تقول عليها اللي هي القطاعات اللي هي الهوت روند سيكشن اللي هي موجوده في التيبل. يعني كل القطاعات اللي موجوده في التيبل عندنا اللي احنا بنصمم وبنشتغل عليها، مش انت عندك قطاعات هوت روند وعندك الكوست فورمنت وعندك البيلت اب، لا عندك القطاعات اللي هي الهوت روند اللي موجوده في الجدول ما بيحصلهاش، هي كلها ايه؟ كومباكت سيكشن. طالما بقت كومباكت سيكشن يبقى ما بيحصلهاش لوكال باكلينج. خلاص؟ يبقى قطاعات الكومباكت او التصنيف اللي هو الكومباكت ده ما بيحصلوش مين؟ لوكال باكلينج. طيب ايه هو النون كومباكت؟ النون كومباكت ده بيكون لو انا جيت مثلا رسمت شكل الستريس سترين كيرف بالشكل ده، هتلاقي دي مرحله بيسموها مرحله مين؟ اليلد، ودي الالتيميت. هتلاقي الكومباكت في قطاعات الكومباكت بتكون في انهي تصنيف؟ بيكون في المنطقه اللي هي بتاعت مين؟ اللي هي ما بعد الاف ييلد. انما النون كومباكت بيكون فين؟ في المنطقه بتاعت مين؟ الاف ييلد. خلاص؟ طيب وطبعا يعني مثلا زي ما هو بيقول لك هي القطاعات التي تقوم بها نسبه العرض للسوق اكبر من قطاعات الكومباكت. خلاص؟ وطبعا هنشوفه يعني ايه دلوقتي الاف بنبسبل اللي هي 0.64 الاف ال دي كمان شويه. يعني المره اللي فاتت اتكلمنا على الالاوبل بتاع الكومبريشن والتنشن، كنا بنقوله في التنشن كان بيبقى عباره عن كام؟ في التنشن اللي هو 0.58 اف ال، صح؟ وفي الكومبريشن اللي هو 64. خلي بالك بقى في العزوم كمان شويه في البندنج مومنت الالاوبل ستريس غير دول بقى، ده ليه الاوبل ستريس تاني. يبقى في الاوبل ستريس لمين؟
للنورمال، وفي اللاور ستريس للبندنج مومنت، وفي كمان اللاور ستريس للشيل. مطالب ان انت تشوف القطاع اللي انت شغال عليه زي البيمز بتاعت النهارده كده، عليها مين نورمال وعليها ايه شيل وعليها بندنج مومنت، لازم تطلع الثلاثه اللاور ستريس بتوع النورمال والشيل ومين والبند. خلاص، فالقطاع النون كومباكت ده هو القطاع بيكون في مرحله مين الخضوع، انما القطاع اللي هو سلندر ده اصلا قطاع بايظ، ده هو كده كده اصلا بيحصل له مين بيبقى رفيع جدا، فمجرد اصلا ما بتحمل عليه بيحصل له مين لوكال باكلينج ككل. خلاص، ده مين ده سلندر. لو جيت بصيت كده هتلاقي قال الشيخ بيقول لك لكي يكون القطاع كومباكت لابد ان يكون كل من عصب وشفه الفلانج والويب يحققان الشرط ده. يعني احنا لما نيجي نعمل اول تشيك في البيمز هنعمل التشيك هو القطاع كومباكت ولا نون كومباكت، بس خلي بالك هتعمل التشيك ده مره على مين؟ على الفلانج، ومره كمان على مين؟ على الويب، لان ممكن الفلانجه دي تكون كومباكت وممكن الويب ده يكون نون كومباكت، ساعتها يبقى القطاع بتاعك كله بقى ايه؟ نون كومباكت. يبقى لازم طبعا هنشوفه كمان شويه الخطوات ديت هنعملها كمان شويه ازاي. خلاص؟ تمام كده؟ يبقى هنعمل تشيك كومباكت على الفلانج وكمان على مين؟ على الويب. طيب. لو جينا بصينا على الكلام ده هتلاقيه طبعا طبقا للكود في صفحه 6 9 و10 و11 هتلاقي بقى فيه شويه قوانين كده هندخل فيها علشان خاطر نقدر نصنف القطاع بتاعي كومباكت ولا نون كومباكت. تمام كده؟ هنشوفها طبعا كمان شويه بالشرح اهو. بعد كده اول تشيك لازم تعملها هو مين؟ لوكال باكلينج. طيب لوكال باكلينج ده للقطاعات اللي هي مين؟ الرول ديسكشن، البوت رول ديسكشن. قال لك لمين الاول؟ تعمل الفلانج. طيب بيقول لك نسبه السي على التي اف، النسبه دي موجوده فين؟ السي على التي اف موجوده في التيبل. ما هو بيقول لك اصلا السي لو انا عندي ادي القطاع اهو، ادي السي وده مين؟ التي بتاعت الفلانج اللي هو ايه؟ العرض على السمك. القيمه دي جاهزه في التيبل زي ما هي. القيمه دي هي لازم تتشيك بقى، تتشيك لو هي اقل من 16.9 على جذر الاف يل يبقى ساعتها القطاع بتاعك يبقى مين؟ كومباكت، او الفلانجه بتاعتك بقى تبقى كومباكت. طيب ولو هي اقل من 23 على جذر الاف يل يبقى ساعتها القطاع بتاعك بقى مين؟ او الفلانجه بتاعتك نون كومباكت. يبقى ده اول تصنيف للفلانج. طب والويب؟ لا في ارقام ثانيه، خلي بالك الارقام ده هي اللي هي موجوده في الايه؟ في الكود صفحه 9 و10 و11. خلاص؟ طيب للويب الدي بقى ويب على مين؟ على التي ويب. الدي على التي وبرده القيمه دي برده موجوده فين؟ في التيبل. خلاص؟ قال لك لو هي اقل من 127 على جذر الاف يم يبقى ساعتها بقى مين؟ كومباكت. طيب والدي ويب على التي ويب لو اقل من 190 على الاف يم يبقى نون كومباكت. خلي بالك ممكن وانت بتعمل تشيك على القطاع بتاعك يطلع ده كومباكت ويطلع ده نون كومباكت، يبقى كل القطاع بقى نون كومباكت. خلاص؟ الحمد لله. تمام جدا. يبقى نركز بقى شويه عشان خاطر الموضوع كل شويه ايه؟ هندخل في شويه قوانين ثانيه غير دي. طيب لو انا بتكلم على قطاعات اللي هي الويلدد سيكشن، هي ايه الويلدد سيكشن دي؟ اللي هي انهي قطاعات؟ اللي هي البيلت اب. قطاعات اللي انا بجيب الفلانجه والويب وبلحم ما بينهم. خلاص؟ قال لك للفلانج برضه لو انت عندك النسبه بتاعتك دي اقل من 15.3 على جذر الاف يل يبقى ساعتها القطاع بتاعك او الويب بتاع الفلانجه بتاعتك تبقى كومباكت، ولو انت عندك النسبه دي اقل من 21 على جذر الاف يل يبقى نون كومباكت. خلاص؟ طب والويب نفس الكلام، لو اقل من 127 على الاف يل تبقى كومباكت، و190 على الاف يل على جذر الاف يل تبقى نون كومباكت، وبرده نفس الفكره لو ده طلع كومباكت وده نون كومباكت يبقى القطاع بتاعك يبقى نون كومباكت. خلاص؟ يبقى دي اول حاجه كده، اول حاجه لما تيجي تصمم. خلي بالك برضه بدانا المره اللي فاتت اول حاجه عملناها هي رحنا فاتحين شيت الاكسل وقلت هو مطالب منك في شيت الاكسل حاجتين، الفورس
وطالب منك اللوكال ال ام بلين والاوت اوف بلين. هنا برضه نفس الكلام، شيت اكسل طالب منك الفورس بتاعتك سواء هي شير او نورمال او مومنت بالنيجاتيف والبوزيتيف. لان انت عندك ادي الفريم بالشكل ده، لو جيت بصيت على شكل العزم شكله عامل ازاي؟ شكله عامل كده. فانت عندك قيمه سالب وعندك قيمه موجب. فهو بيبقى محتاج الكلام ده، وهنشوفه كمان طالب منك كام حاجه كده، دول اللي انا بشرحهم بقى معاك. خلاص؟ طيب. يبقى دي اول حاجه، الحاجه الثانيه يبقى اول تشيك في البيمز، انا بحفظك بقى. اول تشيك في البيمز هتعمله هو مين؟ اللي هو اللي اسمه لوكال باكلينج. هو مين اللوكال باكلينج ده؟ ايه هو اللوكال باكلينج؟ اللي ممكن يحصل للفلانج دي ايه؟ ها؟ لوكال باكلينج لوحدها، هي اللي يحصل لها لوكال باكلينج. عشان كده بعمل ايه؟ بعمل التشيك ده ان انا اصنف بيه القطاع، هو كومباكت ولا نون كومباكت ولا سلندر. خلاص كده؟ وده طبقا لمين؟ لشويه قوانين احنا لسه عارفينهم اهوت من شويه. التشيك الثاني بقى بيسموه لاترال تورشن باكلينج. هو يعني ايه اصلا لاترال تورشن باكلينج؟ يعني الكاميرا بتاعتك يحصل لها باكلينج وفي نفس الوقت يعمل ايه؟ يحصل لها تورشن في نفس الوقت بنفس الشكل اللي انت حضرتك شايفه ده. خلاص؟ فبيقول لك هو ايه؟ عندما تتعرض كاميرا لعزم انحناء فان احد الفلانج تتعرض لشد والثانيه بتتعرض لمين؟ لضغط. اللي فوق بتلاقيها مضغوطه واللي تحت مشدوده، فبيحصل اللاترال تورشن باكلينج بتاعك. خلاص كده؟ بنفس الشكل ده. اهو. لو جيت بصيت كده اهو. خلاص؟ وبالتالي عشان خاطر تتشيك القطاع بتاعك هيحصل له لاترال تورشن باكلينج لازم تحسب حاجتين. لازم تحسب حاجه اسمها ال انسبورتد اكشوال، وتحسب حاجه ثانيه اسمها لاترال او ال انسب او ال ماكسيموم بتاعتك او ال انسبورتد ماكسيموم. يبقى الاكشوال واحده اكشوال واحده ماكسيموم. طيب هما دولت عباره عن ايه؟ او ايه اصلا ال انسبورتد اكشوال دي؟ يعني لو انا مثلا عندي في البرلين مثلا، صح تبارك كده، البرلين دي بيبقى موجود فيها ايه؟ موجود فيها التغطية، صح؟ ال ال انسبورتد اكشوال دي في حالة البرلين بالشكل ده هتلاقيها بزيرو. ليه؟ لانها هتلاقيها ممسوكه من البدايه والنهايه. مين اللي ماسكها؟ التغطيه بتاعتك. خلاص؟ طب لو مفيش التغطيه ديت ساعتها ال انسبورتد اكشوال ديت هتبقى مين؟ هي المسافه ما بين البرلين وبعضها. خلاص؟ يبقى انا هنشوف كمان شويه حالات ان ممكن ال انسبورتد اكشوال دي تبقى بزيرو. لو انت مثلا عندك تغطيه او انت عندك مثلا حاجه اسمها شاكرد بليت، دي ساعتها بتخلي ال انسبورتد بتاعتك بمين؟ بزيرو بصفر. خلاص؟ طيب يبقى بيقول لك يتم الحصول عليه من المساله. يعني ده بيجي من المساله نفسها، يعني هندخل الاوتوكاد وندخل نشوف نقيس ال ال انسبورتد اكشوال بتاعتك. انما الماكسيموم بتاعتك بقى بتيجي عن طريق جداول الكود، يعني تدخل الكود تقدر تحسب مين؟ ال ال انسبورتد مين؟ ماكسيموم. بيقول لك في حاله البوكس سيكشن، قطاعات البوكس سيكشن هتحسب قيمتين. قطاعات البوكس سيكشن يا جماعه اللي هي بتبقى مفرغه دي، خلاص؟ تدخل في الايه؟ في القانونين دول، تحسب ال ال انسبورتد بتاعتك اللي هي 84 على الاف يلد في البي اف والقيمه الثانيه. طيب هو انا اصلا القطاعات بتاعتي بوكس؟ لا، امال انا ايه؟ فور اذر سيكشن. فتدخل تحسب مين؟ النسبه دي وتحسب النسبه دي. طب تعالى كده اهو، قال لك علشان تعرف هل هيحدث لاترال تورشن باكلينج ولا لا، قال لك ها لابد من حساب طولين مهمين اللي هو ال مين؟ انسبورتد اكشوال واللي هو الماكسيموم. عرفنا الاكشوال ده بيجي منين؟ منين؟ من المساله. انما الماكسيموم بيجي من الكود. طيب تعالى بقى الكود بيقول لك ايه؟ ال ال انسبورتد ماكسيموم هتحسب مين؟ ادي النسبه بتاعتك اللي هي ال 20 بي اف على كام؟ على الجذر الاف يلد. وتحسب مين؟
القيمه الثانيه دي وتاخد الاقل منهم، عشان دي اللي هتقارنها بمين؟ بالال ان سبورتد اكشوال. يبقى دول يا جماعه دول بتاعه مين؟ الماكسيموم. دول هتاخد القيمتين دول تعوض في دي وتعوض في دي، وتاخد الاقل وتقارنها بمين؟ بالاكشوال. خلاص؟ طيب ايه اصلا البي اف دي؟ تعالى بقى شوف القطاع بتاعك، مش احنا عاملين اصلا سيكشن سيليكشن مختارين قطاع اصلا؟ يبقى انت عندك ادي البي فلانج والدي فلانج والدي ويب والدي وهكذا. طيب ايه والمساحه بالظبط بتاعتك. طب ايه السي بي ده بقى، او ايه الاف يلد الاول؟ الفي يلد طبعا احنا عارفينها، احنا عارفين هي بتيجي منين. ايه اللي هي 2.4 اللي هو حديد 37، انما ايه السي بي دوت؟ قال لك ده عباره عن كوفيشنت. لو تفتكر معايا كده اهو، في حاله البيمز في الخرسانه لما كان بيبقى عندي بلاطه تو واي مثلا، خلاص، وعايز اجيب الوزن اللي موجود على الكاميرا ديت، كنت بتعمل ايه؟ كنت بتقول بالظبط كده، كنت بتشرخ البلاطه بالشكل ده وتقول والله ان الكاميرا دهيت عليها مين؟ عليها الترابيزويدال بالشكل ده. يبقى عليها حمل الاول طبعا، عليها حملها الذاتي، وعليها مين كمان؟ اللي هو الاون ويل بتاعها، وعليها مين؟ الجزء اللي هو جاي من مين؟ من البلاطه. خلاص؟ طيب هل احنا كنا بنسيب الشكل دوت كده؟ لا، كنا بنحوله لمين؟ يعني طبعا دي المسافه ده اسمها اس على الاثنين، وساعتها ان الدبليو بتاعتك مضروبه في مين؟ في اس على الاثنين. بس كنت بتبقى محتاج تحول الشكل بتاعك ده من شكل اللي هو الان يونيفورم دوت لحاجه يونيفورم، لشكل مين؟ بالشكل ده. فكنت بتضرب في مين؟ في معامل اسمه ايه؟ في معاملين، مره للشير ومره للبن، حاجه اسمها السي بي وحاجه اسمها السي اس. صح كده؟ السي بي وحاجه ثانيه اسمها السي اس. السي شير والسي بندنج. طب السي شير ديت والسي بندنج ديت كانت بتيجي منين؟ كانت بتيجي من قوانين. بندنج دي كانت بتبقى عباره عن 1 ماينس 1 على 3 لامدا سكوير. والسي اس دي كانت بتبقى عباره عن 1 ماينس 1 على 2 لامدا. فاكر انت اللامدا دي كانت هي بتبقى عباره عن مين؟ اللامدا ديت كانت بتبقى عباره عن اللونج على الشورت. اللي انت بتحدد من خلالها هو البلاطه بتاعتك 2 واي ولا 1 واي. صح؟ هي دي يا جماعه السي بي او السي اس، هي ديت المقصود بيها. بس عندك هنا في الستيل الموضوع ايه؟ هعطيه لك فين؟ في تيبل. قال لك والله انت لو الكاميرا بتاعتك بتبقى سيمبل اصلا بتاخد القيمه بتاعتك سي بي دي و 1.13. وطبعا لو انا عندي اشكال ثانيه، لو انا مثلا عندي الشكل بتاعي مثلا بالشكل ده او بالشكل اللي هو ده او بالشكل ده او بالشكل ده، تدخل تجيب على طول مين؟ قيمه السي بي بتاعتك. طيب خلي بالك، ممكن في بعض الاحيان تلاقي شكل الكاميرا مثلا عليها العزم بتاعها شكله عامل كده. هل الشكل ده موجود عندك هنا؟ هنا موجود في ام 1 وهنا موجود ام 2. هل الشكل ده موجود عندك في التيبل؟ لا. يبقى ساعتها تعمل ايه؟ تدخل بقى في القانون اللي تحت ده. القانون ده بيقول لك اللي هو 1.75 بلس 1.05 ام 1 على ام 2 وهكذا، لازم القيمه دي تطلع اقل من 2.3. خلاص؟ تاني يبقى انا الفكره كلها انا عملت تشيك الاول اللي هو اللوكال مين؟ باكلينج، اللي انا حددت من خلاله مين؟ القطاع بتاعي كومباكت ولا نان كومباكت ولا سلندر. خلاص؟ ودخلت في ليله كبيره كده من القوانين. طيب التشيك الثاني اللي هو مين؟ اللاترال تورشن باكلينج، ان انت ممكن الكاميرا بتاعتك يحصل لها باكلينج وتورشن في نفس الوقت. فانا عايز اعمل التشيك دوت عشان ما يحصلش، او اعرف الكاميرا دي هيحصل لها ولا مش هيحصل لها. فبحسب حاجتين مهمين، ال ان سبورتد اكشوال اللي هي من خلال المساله بتاعتك وشكل المساله بتاعتك، خلاص، وهي المسافه ما بين النقط الغير ممسوكه او النقط واللي ممسوكه، وعندك بتحسب ال ان سبورتد ماكسيمم ده بتجيبه من الكود وبتقارن الاثنين ببعض. طيب يبقى ال ماكسيمم ده بدخل احسب قيمتين اللي هي دي ودي وباخد الاقل منهم وبقارنها بمين بقى؟ وبقارنها بالال ان سبورتد اكشن. تعالى كده بيقول لك في حاله، في حالات كده
ال ال unsupported بتاعتك actual بتبقى في زيرو. قال لي قال لك اول حاله ها اذا كانت الكاميرا متصله ببلاطه خرسانيه او باي تغطيه يعني زي ما قلت لك كده، يبقى عندك مثلا ادي شكل الرافتر وعندك ادي البرن بالشكل ده وعندك في تغطيه في بلاطه هنا بالشكل ده، فماسكه الفلانج الفلانج بتاعه اليو بي ال دي ماسكاها من فوق من هنا وماسكاها من هنا ماسكاها من كل حته فممسوكه طبعا ممسوكه، فساعتها ال ال سبورتد بتاعتك بكام؟ بصفر. طب لو مش موجود التغطيه يبقى ساعتها لا دي بقيمه وقيمتها هي المسافه ما بين مين؟ البرن. خلاص؟ اوكي. قال لك ممكن كمان في حالات مين؟ شاكرد بليت. خلاص؟ لو في حاله وجود هوريزونتال بريسنج متصل بالكاميرا على مسافات صغيره برضه ده ممكن يخلي لك ال ال سبورتد اكشوال بتاعتك بصفر. خلاص دول الثلاث حالات اللي موجودين عندنا. طيب. حاله ثانيه ده ايه البليت؟ في الحاله الثانيه. دي شاكرد بليت؟ ما هو بيقول لك الفلانج بتاعتك دي بتكون ملحومه في حاجه ثانيه. فساعتها هي ملحومه فهي مثبته زيها زي مثلا ما قلت لك اللي هي التغطيه لو عندك مثلا كورجيتد شيت ولا حاجه. يعني اي حاجه موجوده فوق. يعني هو ده نوع من انواع التغطيه اصلا؟ اه بالظبط بالظبط. خلاص؟ ماشي. طيب تعالى بقى شوف الحالات بقى بتاعتك. عندك ثلاث حالات. وثلاث احتمالات ممكن يحصلوا. يبقى انا حسبت مين؟ الانسبورتد اكشوال وحسبت مين؟ الماكسيموم. تعال بقى شوف ثلاث احتمالات بقى ممكن يحصلوا معايا. الاحتمال الاول اللي ممكن الانسبورتد اكشوال تكون اقل من كام؟ هو انت عارف اللاترال تورشن باكلنج ده انا بعمله عشان ايه؟ عشان اصلا احسب في الاخر الالاوبل بيندنج ستريس. يبقى المقصود من اللاترال تورشن باكلنج هو ان انا احدد الالاوبل مين؟ الالاوبل بيندنج ستريس اللي هو المره اللي فاتت كان اسمه ايه؟ الاوبل مين؟ نورمال ستريس سواء للايه؟ للتنشن او للكومبريشن. طيب تعالى بقى حدد له مين؟ القيمه بتاعتك دي اللي هي دي. اقول لك اول حاجه الموضوع بيبقى معتمد على مين؟ على نوع القطاع فقط. ده لو مين؟ لو ال unsupported actual اقل فساعتها الموضوع بيبقى معتمد فقط على مين؟ على نوع القطاع هو كومباكت ولا نون كومباكت ولا ايه بالظبط؟ طيب بيقول لك هيبقى بالقيمه دي الالاوبل بيندنج ستريس 0.64 اف ييلد لو هو كومباكت و 0.58 اف ييلد لو نون كومباكت. تمام؟ طب تمام لو ده في حاله مين؟ الاكشوال اقل من مين؟ من الماكسيموم. طب لو الاكشوال اكبر من الماكسيموم ساعتها لا بعمل ايه؟ بروح احسب حاجه او الالاوبل بيندنج ستريس بيبقى معتمد على اللاترال تورشن باكلينج ويسمى في الحاله دي حاجه اسمها الاف ال تي بي وده بيجي من الكود. هندخل كده برضه في شويه قوانين. اه امال انتوا كنتوا بتعملوا في المكتب؟ اه بتخلص بس هل انا فاهم بقى اللي جوه الشيت؟ ايه؟ انا فاهم بس هل انت فاهمه القيم اللي طالعه لك دي؟ يعني انا لو انت دلوقتي البرامج اه بتعمل الكلام ده وكمان بتطلع ميتا حسابيه اه هتعمل. ما انا قلت صار اللي فات وانا شغال على اللي انا عرفت البرامج دي برضو بتطلع لك نوتة حسابيه. طب هل النوتة الحسابيه ما النوتة الحسابيه دي بتبقى معتمده على مين؟ بيطلع لك كل المانوال ده. هل انا لما امسك النوتة الحسابيه دي هبقى فاهم اللي ما بين السطور ده؟ لا مش هبقى فاهمه. مش هبقى فاهمه. طيب في موضوع تصميم الكونكشن هندخل في برنامج اللي هو الليمكود. برنامج الليمكود ده اصلا بيطلع لك نوتة حسابيه محترمه جدا. النوتة الحسابيه اللي بتطلع لك دي هي خطوات. عارف خطوات مين؟ خطوات تصميم الكونكشنز اللي انت لازم نفهمها برضه مع بعض مانوال عشان تقدر تقرا النوتة الحسابيه وتبقى فاهم وفين الايرور؟ فين الورننج؟ فين بتاع وهكذا. خلاص؟ معلش الستيل قوانينه كتيرة جدا وكله تشيك. كلها تشيكات وقوانين. مش المقصد منك أو مش المطلوب منك إنك تروح تحفظ القوانين. مش عايزك تبقى حافظ القوانين. بس عايزك تبقى فاهم أنت عايز إيه. أنا بروح أعمل إيه لما باجي أصمم كاميرا؟ أتشيك لوكال باكلينج، أتشيك لاترال تورشن باكلينج عشان أحدد الألاوبل بيندنج ستريس. والألاوبل بيندنج ستريس بيعتمد على ايه بقى؟
زي ما انت شايف بقى شويه القوانين اللي احنا لسه بنقولهم. خلاص طيب، يبقى بيقول لك في حاله اللاترال او ال انسب فولتج اكشوال اكبر، يبقى ساعتها بقى ما عادش ينفع بقى القيم دي، ده انت هتدخل بقى في التيبل في الكود عشان تقدر تحسب الالوبل بينك. طب الكلام ده ازاي؟ ادي الكود يا عم. ايه؟ قوانين كتير قوي. اه تدخل الكود ها وعيش حياتك. طب الكلام دوت انا برضو ملخصه لك هنا، يعني هتلاقيه في الاخر برضو حاطط لك الخلاصه اللي هي الخطوات اللي هي بتاعت التصميم ده كله شرح. خلاص؟ طيب تمام. بيقول لك كلما تحدثنا عنه سبب هو كيفيه الحصول على بس مين؟ انما انت عايز تجيب مين بقى؟ الاكشوال. مش احنا اصلا متعودين على ده؟ متعودين ان انت بتجيب اكشوال وبتجيب الاوبل وبتقارن. I'm going to go to the next one. يدخلك في كل شويه في قانون على بال ما تفتكر انا عايز اعوض في ايه تكون نسيت. تمام؟ معلش الموضوع بسيط جدا على فكره. هي زي ما قلت لكم يا جماعه، الموضوع افهم وسيب الباقي بقى على مين؟ على ربنا وشيتات الاكسل بتاعتنا والدنيا. تمام؟ خلاص. المهم يبقى انا كل اللي فات ده هو اللي انا هرجع له كمان شويه عشان اظبط لك الدنيا اكتر. انا كنت بحدد مين؟ الالاوبل بيندنج ستريس. طب سؤال اهو، الالاوبل بيندنج ستريس بحدده من مين؟ من اللاترال تورشن باكلينج. خلاص كده انا بعكس لك بقى، برجع بالراجع. خلاص طيب، انما انا عايز اعمل مين بقى؟ احسب الاكشوال. الاكشوال لو تفتكر في التنشن والكومبريشن المره اللي فاتت كان بيبقى عباره عن مين؟ قانون عبيط قوي، الفورس على الاريا. انما هنا ام على اي 4، ده في حاله مين؟ اللي هو البندي، اللي هو ام على اي في واي او ام اكس على اس اكس. الاس اكس دي اللي هي من الجدول، بتيجي من الجدول برضه من التيبل. خلاص؟ اوكي تمام. قال لك في حاله القطاعات الغير متماثله بقى، ما انت ممكن يبقى القطاع بتاعك اصلا يبقى شكل البيمز بتاعتك شكلها عامل كده. شكلها عامل كده، الفلانجه اللي فوق غير اللي تحت، ففي كده ايه؟ مفيش تماثل. خلاص؟ يبقى ساعتها لما تيجي تحسب الاكشوال انت عندك بقى نقطتين. النقطة اللي فوق ديت اللي هي البوينت ايه اللي عليها كومبريشن، والبوينت اللي تحت اللي عليها ايه؟ تنشن. فساعتها لازم تحسب الاكشوال ستريس للنقطة اللي فوق والنقطة اللي تحت لوحدها، كل نقطة لوحدها. يبقى الاكشوال بيندنج ستريس للبوينت رقم ايه دي؟ هي ام اكس على اكس في الايه؟ في الواي ايه. خلاص؟ و ام اكس على اي اكس في الواي بي، وده طبعا لازم يكون اقل من مين؟ من مين؟ من المسموح به اللي احنا لسه متكلمين عليه من شويه. ده امتى بيحصل؟ ما انا بقول لك لو انت عندك قطاع مثلا اللي هي القطاعات اللي هي مش الهوت روم ده بقى، القطاعات اللي هي البيلت اب، انت قطاع انت اللي بتشكله بايدك، فبتختار. انا عندي مثلا الكومبريشن ده بيبقى وحش جدا عندي لانه بيسبب لي على طول بسم الله الرحمن الرحيم كده باكلينج، وبالتالي ببقى محتاج مين؟ ازود القطاع بتاعي في الكومبريشن، لكن التنشن ما ببقاش محتاج، فانت اللي بتشكل القطاع بنفسك. خلاص؟ اوكي. طب انا هكتب مين دلوقتي؟ بقيت على النقطة اللي فوق. طيب تمام. قارن بقى بالاكشن. بالالاوبل ولا ايه؟ بالالاوبل كل واحدة بالالاوبل. كل واحدة بالالاوبل. اه طبعا. طبعا. ما هو ولو يعني فرقت مثلا بقى اغير القطاع ولا ازود مثلا شويه؟ وطبعا ما انا اغير القطاع، ازود القطاع يعني اغير القطاع بتاعي. اه طبعا طبعا. ما هو اي تشيك بيختل عندنا في الموضوع ده بترجع من الاول، لان انت كل اصلا القوانين دي بتبقى مبنيه على فرض في البدايه. تمام؟ المهم تعال بقى شوف الستبس بتاعتك، الترتيبه بتاعتك، ركز معايا عشان في حاجات كتيرة جدا من هنا اهو هتقابلنا المرة اللي جاية في الكولوم، لأن هو الموضوع أصلا متشابه أصلا.
خلاص؟ فتعالى كده نشوف الخطوات. أول خطوة بتحدد مين؟ تحط اللودنج وبتعمل إيه؟ بتطلع ستريمينج أكشن. يبقى دي أول خطوة. الخطوة الثانية بتعمل إيه؟ السكشن سيليكشن بتحدد القطاع. طب بتحدد القطاع عن طريق مين بقى؟ حاجة اسمها الـ SX، والـ SX دي أصلاً موجودة في الجدول. طب الـ SX عبارة عن مين بقى؟ عبارة عن الـ M على الـ F بالبيسبل بتاعتك. اللي هي الـ F بتاعتك اللي أنت بتاخدها كفرد مبدئي اللي هي 0.64 FM، يعني أنت حتى فارض الألوغري. يعني كل حاجة أنت فارضها أهو. وحتى كمان شوية هتشوف هنفرض أهو، ده إحنا لسه ما قلناش أي حاجة. بفرض القطاع الأول كده إيه؟ كومباكت. لأن أنا ما أعرفش. كمان شويه لما نيجي اعمل بقى الشيك بتاعي هيقول لي لا خلي بالك ده القطاع بتاعك ده بقى من كومب، فهبدا ارجع من تاني بقى واغير في القيمه دي. خلاص طيب تعالى كده، يبقى اول حاجه ان انا بحددها او بفترضها ان القطاع بتاعي كومب سيكشن. خلاص اوكي، فرضت انا الاف بتاعتي اللي هي الاول اللي هو 0.64 الاف ييل، واجيب الاس اكس. الاس اكس اللي هي الام على مين؟ على الاف بتاعتي. طب ليه ضربت فوق في 100؟ عشان انا شغال مين؟ سنتي. خلاص ان قيمه المومنت دي بتبقى طالعه لك بالمتر، فبتبقى عايز تحول لسنتي. المهم تدخل في تيبل تحدد مين؟ القطاع بتاعك اللي هو الاي بي اي. يعني تدخل في الجدول بتاعك بتلاقي قيمه الاس اكس هنا اهو، تدخل تحددها تجيبها من البروفايل. ماشي؟ المهم الخطوة اللي بعد كده يبقى أول خطوة خلاص حطيت اللودز اللي احنا عاملينه في السادة. رقم اتنين اللي أنا برضه فرضت المرة اللي فاتت برضه أو اللي قبلها أي قطاعات. أبدأ بقى أول تشيك بعمله مين؟ لوكال باكلينج. طب اللوكال باكلينج ده اللي هو مين؟ للقطاعات بتاعتنا اللي هي الإيه؟ هوت رولد سيكشن. اللي أنا بعمل إيه؟ بعمل التشيك ده على الفلانج مرة وعلى الويب مرة. طيب لو هو على الفلانج قال القانون بتاعك اهو، لو الاس السي على التي اف ودي نسبة برضو موجودة في التيبل زي ما هي تاخدها وتروح تقارنها، لو طلعت والله اقل النسبة دي يبقى انت كومباكت، لو اقل تبقى نون كومباكت، يبقى دي أول حاجة حددتها. كده بقول لك لو أنت ماسك مسألة بتحلها بإيدك بنفس الخطوات دي هتوصل للي أنت عايزه، وهتتشك على نفسك وترجع تاني وتعدل، لأن الموضوع بسيط أصلا. ده مجموعة خطوات. خلاص؟ الويب برضه نفس الكلام، بحدد الدي ويب على التي ويب، دي برضه نسبة موجودة في التيبل. تقارنها وبعدين لو كومباكت أو نون كومباكت، طب ده طلعت كومباكت ودي نون كومباكت، يبقى كل القطاع بقى نون كومباكت. خلاص؟ طيب يبقى ده أول حاجة، أول تشيك. لو هو للقطاعات البيلت أب بقى، ها؟ ساعتها بقى في القوانين التانية دي. هتقارن ب 15.3 على الاف هيل وتقارن ب 21 على جسر الاف هيل. خلاص؟ يبقى كومباك ونفس الكلام. ماشي؟ هو انا البيست اب سيكشن ده انا بلجا له بتلجا له لما بتقعد تتشك على كل القطاعات بتاعتك اللي موجوده في الهوت روب وما تلاقيش ولا قطاع فيهم زي ساعتها انت اللي بتعمل بتلجا تعمل قطاع بنفسك وتلحم انت بقى الفلانج في الويب مع نفسك. وده ليه تصميم تاني يعني؟ طبعا ده ليه كونسبت تاني خالص، والكولد فورمت سيكشن برضه نفس الفكره وليه قوانين تانيه، يعني حتى لسه اهو انت لما جينا عملنا تشيك اصلا كومباكت لقيت للايه؟ لقيت للهوت رود قوانين ولقيت برضه لمين؟ للهوت رود قوانين، حتى في التصميم في الستبس بتاعت التصميم نفسها تلاقيها مختلفه. ما هو انا كده في الاول يعني مثلا من الاول خالص انا كده عارف ان انا هصمم هوت رولد. هوت رولد انا بقى يعني لو ما طلعتش بقى مش هيبقى خالص من الاول خالص ارجع اعيد بقى كتصميم بقى بيلت اب خالص، الموضوع بيختلف. بس عادة يعني عندنا في المنشآت اللي هي بتاعتنا بتبقى الهوت رولد بتسيب وبتبقى زي الفل يعني. خلاص؟ يعني انت ما بتلجأش للموضوع التاني ده غير في الكباري. لو انت عندك كوبري هي كمرة الجردر بتاعت الكوبري دي، ده بتبقى كمرة ضخمة جدا، انت لو قعدت تفر كده في الجدول حتة مش هتلاقيه، فبنلجأ ان احنا بنصب بقى القطاع دوت بنفسنا، بس دي عشان خاطر في احمال عالية، موجود احمال عالية موفينج لود. خلاص؟ طيب يبقى خلصنا تشيك مين؟ حددنا فعلا القطاع هو كومباكت ولا نون كومباكت؟
تشيك التاني بقى نعمل ايه؟ lateral torsion buckling. احدد مين؟ اول حاجه احسب ال unsupported actual خلاص، واحدد مين، وده طبعا زي ما قلت لك منين من المساله، واحدد مين ال unsupported مين ماكسيمم. ودي تعالى بقى ندخل في الكود بقى واحده واحده. ادخل اول حاجه احسب مين القيمتين دول وخد منهم الاقل. يبقى انا حسبت ده خلاص، ده موجود من المساله، اروح احسب بقى القيمتين دول واخد منهم الاقل عشان اقارن بقى الاثنين ببعض. تعالى بقى طبعا دول شويه الكلام اللي احنا برضو قلناهم فوق، يعني ايه السي بي والدي والكلام ده كله. طيب وطبعا السي بي نفس الفكره زي ما قلنا، وطبعا الحالات اللي فيها ال انسبورت بتاعتك بمين؟ بزيرو خلاص. طبعا انت لو ال انسبورت بتاعتك اكشوال بصفر انت الدنيا خلصت، يعني هتلاقي المساله اصلا بتاعتك خلصت، وهنشوف طبعا الاحتمال ده كمان شويه. تعال بقى بص الاحتمال الاول. الاحتمال الاول ال unsupported actual هتكون اكبر من القيمتين بتاعه الماكسيمم. يبقى كده اول احتمال ال unsupported actual اكبر من مين؟ من الماكسيمم. ايه؟ اقل ولا ايه؟ اقل من الماكسيمم. طيب في الحاله دي قال لك لا يحدث lateral torsion buckling. خلاص مش هيحدث. وبالتالي تكون الاجادات المسموح بها نفس قيم الكاميرات، اللي هي 0.64 و 0.58 لو كومباكت او نون كومباكت. اهو لو سيكشن كومباكت يبقى الام اكس طبعا تدخل هنا. ده مين يا هندسه؟ ده الاكشوال اللي هو الام اكس على الزد اكس. تقارنه بمين؟ بالالاوبل اللي هو مين؟ 0.64. ولو هو طبعا لام اكس، لان انت ممكن الكاميرا يبقى عليها ام اكس وام واي. خلاص؟ ساعتها هنا 0.72 اف ان. ده المين للواي خلاص. طيب لو انت معاك الاثنين مع بعض، يعني الكاميرا عليها ام اكس وام واي، يبقى ساعتها بقى في الجدول بتاعك القيمه دي طبعا تبقى اقل من واحد خلاص، لان انت قاسم على الفاكتور دي، فلازم أن تطلع اقل من واحد خلاص. طيب السكشن بتاعك نون كومباكت، يبقى ساعتها هتعمل ايه؟ الاف بتاعتك هتبقى اقل من كام؟ لو ام اكس 0.58 والام واي برضه والاثنين مع بعض باقل من الواحد. واصله؟ طيب الاحتمال الثاني ان ال unsupported actual تكون ايه؟ اقل من القيمه دي او اكبر ولا من القيمه دي واقل من القيمه دي. بس ساعتها هتعمل ايه بقى؟ السكشن بتاعك لو كومباكت هتدخل، طبعا احنا محددين اصلا كومباكت ولا نون كومباكت، تدخل تجيب الاف بتاعتك الام اكس على زد اكس تكون اقل من كام؟ من 58% اف يل، ونفس الكلام طبعا في الام واي، وطبعا لو القيمتين مع بعض يكونوا اقل من ايه؟ من الواحد الصحيح. ولو السكشن بتاعك نون كومباكت تدخل في نفس المين؟ نفس الحكايه. يبقى تاني هو احنا بنحدد ايه من اللاترال تورشن باكلينج؟ بنحدد الالاوبل بتاعنا خلاص؟ زي ما انت شايف كده. مش هتقدر تحدد الالاول غير لما تعمل التشيك الاول اللي هو اللوكال باكلينج، عشان ده اللي بيحدد لك هو كومباكت ولا نون كومباكت، لان ده ليه الاول بيندنج ستريس وده ليه الاول بيندنج ستريس خلاص. الاحتمال الثالث بقى ان يكون عندك ال unsupported actual ده اكبر من القيمتين، اكبر من دي واكبر من دي. ساعتها في الاحتمال ده بقى تعالى بقى ندخل بقى في شويه قوانين ثانيين. تحسب حاجه اسمها للام اكس حاجه اسمها الاف ال تي بي، والام واي ساعتها السكشن بتاعك هتقارنه على طول بمين؟ ب 0.58 في الاف يلد، او الاي سكشن تقارنه بمين؟ 0.72 زي اللي فات. انا مشكلتي هنا في الام اكس. طبعا لو انت عندك ام اكس وام واي في القانون نفسه نفس القانون، تبقى النسبه بتاعتك اقل من واحد. طب تعالى بقى ندخل في الليله دي بقى ايه؟ تحسب القيمه ديت ازاي؟ اللي هي الاف ال تي بي دي. خلاص؟ ازاي؟ تعال تحسبها من هنا، عباره عن قانون، عباره عن 800 على ال unsupported في الدي على الاي اف في السي بي. القيمه دي تكون مين؟ طبعا لو الفور سيكشن بتاعك سي سيكشن، لو هو سي سيكشن خلاص، يبقى ساعتها الاوبل بيندنج ستريس 0.58 اف ال. طيب اذا زادت القيمه ديت عن القيمه ديت يتم اخذه بنفس القيمه، يعني لو زادت
كله بنفس الكوين اللي هو بوينت 5 8 تمام. طيب للاي سيكشن يبقى ده للقطاعات اللي هي مين اللي هو السي لو الاي بي اي بقى او الاتش اي اي تدخل بقى تحسب الاف دي ال تي بي من الجذر بقى جذر مين اف ال تي بي 1 سكوير بلس اف ال تي بي 2 سكوير. انا حسبت ده على فكره فوق يعني الاول ده اللي هو رقم 1 ده انا حسبته فوق. طب والتاني دوت هتحسبه منين اللي هو ده يعني الاول ده اللي هو ده اللي انا حسبته فوق. طب التاني التاني ده التاني طبعا بيقول لك ال دي اللي هي unsupported length والار دي الفاليو فروم تيبل موجوده في التيبل. احسبها ازاي بقى؟ تحسب القيمه دي الفاكتور ده والترم ده ولو انت عندك ال unsupported دي على الار تي خلي بالك دي حاجه ثانيه. والله ما انا مش عايزين اللي تشكله ايه خلاص هنخلص بس ديت ونبدا بريك ماشي. بس خلينا نقفل بس الحته دي ما هتطلع زي ما تطلع بقى احنا بنحسب اهو. يبقى يا جماعه تاني بس عشان ما نتوهش احنا لحد الحته الاخيره دي كانت الدنيا ماشيه معانا ما فيش مشكله اللي هي دي هو الاحتمال الاول والثاني دول ما فيش مشكله. الاحتمال الثالث ده بقى مشكلته ان انا ال L unsupported actual دي اكبر من ال L maximum في الكونتين بتوعي خلاص. ساعتها انا عايز احسب ال MX MX دي عشان تجيبها تحسب F L T B دي. طب وال F دي تحسبها ازاي؟ للقطاعات ال C section ها هتدخل تحسب القيمه بتاعتك اللي هي دي 800 على ال unsupported في ال D على ال DF ال AF في ال CB وساعتها الالاول بيندنج ستريس هيبقى بكام؟ 0.58 اف ال. والاي سيكشن لازم تحسبها من مين؟ وطبعا اصلا قطاعات الرافتر عندنا يعني دي لو انت بتقارن بمين؟ بالبرلين، البرلين بتبقى سي انما القطاعات بتاعت الرافتر بتبقى اي فساعتها عشان خاطر وطبعا بيبقى عليها ام اكس خلاص؟ عشان تحسبها تحسب القيمه اف ال تي بي دي من الجذر بقى اف ال تي بي 1 سكوير بلس اف ال تي بي 2 سكوير. دي ما عنديش مشكله فيها لان انا لسه حاسبها فوق انما دي بقى ليها تشيك لوحدها صغير. تحسب ايه؟ تحسب النسبه اللي انسبورتد دي على ار تي خلاص. ودي اصلا انا حسبتها او جبتها من الشكل اقسمها على ار تي اللي موجوده برده في التيبل اللي انا مختاره بقت نسبه اللي انسبورتد على ار تي. اعمل ايه؟ اروح احسب بقى القيمه دي من الجدول اللي هي 188 او مش من الكود يعني في جذر السي بي على اف اي و84 في كام؟ في جذر السي بي على الاف اي. لو النسبه دي اللي انا لسه محدد طلعت اقل من ال 84 في الجذر يبقى ساعتها الاف ال تي بي 2 دي المسموح بيه بكام؟ 0.58 اف اي. طيب لو النسبه بتاعتك دي اقل من ال 84 في الجذر واكبر او اكبر من دي واقل من 188 ساعتها تدخل تحسبها من مين؟ من معادله ثانيه ويبقى ساعتها الالاوبل بيندنج ستريس بكام؟ ب 0.58 الاف اي. طب لو هي كانت اكبر من الكونتين بقى يبقى ساعتها تعمل ايه؟ تحسبها من القيمه دي اللي هي المعادله دي 12000 على الانسبورتد على ار تي سكوير في السي بي وتكون هتطلع ايه؟ الاستريس بتاعك اللاول ب 58% اف اي. وانا شايف ان كلهم طلعوا 58%. اما انا بحدد بس ما هو مفيش مشكله كاستريس مفيش مشكله فيه. الاستريس مفيش مشكله هتلاقيه تقريبا زي بعض. خلاص؟ طيب ده طبعا الكلام ده اللي احنا لسه قايلينه من شويه من الكود اهو. اف ال تي بي ايكوال مين؟ الجذر بتاعك اف ال تي بي 1 سكوير وطبعا بتدخل هنا وتحسب مين؟ النسب دي تشيك عليه خلاص؟ طيب حتى في الاخر بيقول لك ملحوظه عند حساب الاف ال تي بي 1 اذا كانت اكبر من القيمه ديت اللي هي 58% اف ال مفيش داعي انك تحسب مين؟ خدها بنفس القيمه خلاص؟ طيب في هذه الحاله مساويه لايه؟ ل 0.58 اف ال حيث ان قيمتها لا يمكن ان تزيد اصلا عن القيمه دي
خلاص؟ قال لك في حالة القطاعات المتماثلة حول محور واحد مثل الشانل نحسب مين؟ اف ال تي بي واحد فقط وتكون هي قيمة 2. نفس الكلام اللي أنت لسه بتقوله من شوية. فما فيش داعي تمشي وتعمل الشيك كتير. خلاص؟ اوكي. تشيك الخمسة رقم 5 اللي هو تشيك مين؟ بيندنج ستريس. اللي هو مين أصلا؟ إن أنا بقارن مين بمين؟ الأكشوال بالألاور. خلاص؟ أنا الليلة اللي فاتت دي كلها كنت بحسب الإيه؟ بحاول أحسب الألاور. خلاص ام اكس على مين؟ على اس اكس في 100 يكون أقل من القيمة بقى اللي إحنا صنفنا بيها القطاع أصلا وحددناها. طب التشيك بتاع الشير ها؟ الكيو بتاعتك بكام؟ الكيو على اللي هي الفورس بتاعتك اللي جايه من الساب على اتش في التي ويب لازم تكون اقل من كام؟ الالاوبل شير ستريس ب 0.35 اف ال دي ثابته. ما كانش التشيكات دي هندسه. خلاص؟ طيب. تمام. طبعا ليه بيقول لك السبب في اعتبار ان الويب فقط هو الذي يقاوم الشير؟ فهتلاقي الشير اصلا في الفلانج صغير جدا. لكن الويب هو اللي بيشيل اصلا كل الشير. خلاص؟ طيب. اخر تشيك بتعمله هو ديفليكشن طبعا. ديفليكشن على الكاميرا. خلاص؟ طب الديفليكشن دوت طبعا هتدخل تيبل بس الموضوع اصلا محدد يعني انا لو انا عندي مثلا كاميرا سيمبل بالشكل ده وعايز احسب الديفليكشن دي. فساعتها الديفليكشن بتاعي هيبقى عباره عن مين؟ عباره عن 5 دبليو ال اس اس 4 على 384 اي في ار. القانون ده كلنا حافظينه وعارفينه. خلاص؟ لو انا بفكر لو انا عايز اقلل الديفليكشن يعني مثلا انت دلوقتي في سؤال في انترفيو وواحد قال لك يا باشمهندس انا عايز اقلل الديفليكشن بتاعي على الكاميرا او على البلاطه هتعمل ايه؟ قول لي كده. ازود الفيكسيشن. ازود مين؟ الفيكسيشن. الفيكسيشن اللي هي الاريا الار. ازود بدل ما هي مثلا سيمبل اخليها فيكس فيكس بسحب. لا لا لا. امال ايه ازود ايه؟ اللي انت بتقوله ده انا عندي دلوقتي ان انا لو انا جيت عملتها فيكسد من هنا وفيكسد من هنا المومنت هيبقى شكله بس ده مومنت مش ديفليكشن. بس برضه المومنت جايين مفيش. ايوه بس انا اصلا اتصال العمود معايا مع الكاميرا لا يزال بارشال فيكسد. انت عارف لو خليته فيكسد يبقى انت هتدخل حديدين الاثنين في بعض وده اصلا مش منطقي يعني. او مش بنلجا ليه غير في حالات بس لما الفريم الخرسانه بتاع الخرسانه بدخل الحديد بتاع الرافتر في الكولوم والكولوم في الرافتر بتتفكسد يعني. ها اعمل ايه؟ السؤال اهو انا عايز اقلل الديفليكشن هتقلله ازاي؟ ها؟ اقلل طول الكاميرا. صح؟ صح ليه؟ لا ما هو صح بس يمكن انت قلتيها بس مش واخده بالك من حاجه. الله يفتح عليك ان انا ازود الدبس. وايه كمان يا جماعه؟ بصوا ما تقعدوش تفكروا يعني لما تيجي عايز فعلا تقلل حاجه بص على القانون. اول حاجه ممكن تقلل الاحمال دبليو. طب وانا متاح ليا ان انا ممكن اقلل الاحمال؟ اه على فكره لو انت بتتكلم في ماده خرسان روح بدل ما تخليه فلاش ستاب خليه هولو بلوك. ما هو الهولو بلوك ده اصلا من مزاياه ان هو اخف بكتير. فانا ممكن استخدم سيستم يكون اخف يقلل لي الديفليكشن لان ساعتها الديفليكشن هتكون في الهول بلوك هتبقى عباره عن ايه؟ المسافه ما بين الايه؟ الريبس وبعضها اللي هي هتلاقيها متر ولا متر 20 ولا حاجه. صح؟ لكن فلات سلاب بيبقى الدخول عندك 10 15 متر. طب ايه كمان ممكن اعمله؟ زي الباشمهندسه ما قالت اقلل من الاسبان اللي هو لان انت لما تقلل الاسبان هي بعلاقه طرديه مع مين؟ مع الديفليكشن نفسه. طب وايه كمان؟ الاي اللي هو مش الاي بقى اللي هو الباشمهندس لسه قايلها من شويه التي. طب والتي دي اصلا جايه منين؟ ما انا عندي البلاطه اهي. لو انا بقى بحسب الاي ده هي الانرشيا عباره عن مين؟ بي في تي تكعيب على 12. حضرتك لو رحت زودت التي هتزود الانرشيا ولو زادت الانرشيا علاقه عكسيه هتقلل الديفليكشن. وايه كمان؟ ايه كمان ممكن اخليه يقلل الديفليكشن؟ ها؟ ان انا احسن من خواص الخرسانه بمعنى ان انا استخدم اف كيوبيك اعلى.
بمعنى ايه؟ شايف انت المودولس اوف لاسبستي ده هو عباره عن ايه اصلا؟ عباره عن 4400 مين؟ جذر الاف سي يو. فانا لو جيت اخترت مثلا خرسانه اف كيوب بتاعها 30 مش 25، انا ساعتها زودت المين؟ المودولس اوف لاسبستي، زودته قللت الديفليكشن. طب وايه كمان؟ في حل برضه ناس بتعمله بره في المجال الدراسات، كان حاجه اسمها الجمبر. الجمبر ده اللي هو بيجي على الشده الخشبيه ويقوصها كده في التنفيذ او اثناء عمل الفورم وورك في الكوابيس بالظبط كده. ما هو طبعا ما هو الديفليكشن بيبقى على الكابولي عالي جدا. الديفليكشن بيبقى عالي هنا جدا، وبالتالي بنعمل ايه؟ بنرفعه مثلا مسافه 2 سم ولا حاجه، بس انت لما تحط الخرسانه بتاعتك يرجع لوضعه الطبيعي. خلاص؟ فدي كلها مين؟ طبعا التشيك ده لازم يكون الاكشوال. هو مين الاكشوال اللي عندي؟ اللي هو ده. اقل من الالاوبل. الالاوبل عندي يعني انا لو جيت بصيت هنا كده تعالى بقى بص، يعني انا في حاله مثلا عندي طبعا القناه الدلتا بتاعت الكي في البي في ال تكعيب على الاي في الاي، طبعا على حسب بقى الشكل بتاعي. لو هو كان ديليفر وعليه حمل موزع هيكون ليه قانون طبعا تاني، صح؟ ولو هو مثلا حاجه بالشكل ده مثلا متوزع في جزء وجزء لا، يبقى ساعتها لما تيجي تحسب الاكشوال قانون تاني وهكذا. لو انت مثلا الحمل عندك مثلا مثلث، لو انا مثلا عندي الحمل بتاعي بالشكل ده اهو اللي هو دبليو ال اس 5 على 300 كام؟ 84 اللي احنا لسه قايلينه ده الاكشوال، على حسب شكل الكاميرا وتثبيتها وشكله عامل ازاي. خلاص؟ الالاوبل بتاعك برضو من مين؟ من الايه؟ من الكود. قال لك والله في حاله الكانتيليفرز الا على 180، السبان بتاع ده على 180، ده مين المسموم بيه؟ طب في حاله اذر بيم يبقى ساعتها بكام؟ طبعا في البيلدنج ال على 300 خلاص؟ اول اذر بيم ال على كام؟ على 200. قارن الاثنين ببعض ونشوف لو اقل طبعا لازم يكون اقل من مين؟ من الاكشوال، ساعتها بتعمل ايه؟ انا كده ايه؟ خلصت الجزء الاول، هناخده بس بريك كده ونرجع. يلا. طيب عايزين بقى نعمل ايه؟ عايزين نصمم الكاميرا بتاعه الرافتر دي. لو انا جيت فتحت بقى شيت الاكسل خلاص، اول حاجه هتلاقي الراجل بيطلب منك الستيل جريد 37 ماشي، بيطلب منك بقى مين؟ الابلايد فورس. طالب منك ام بوزيتيف مومنت البوزيتيف والان والكيوب البوزيتيف اللي هو النورمال والشير والمومنت بوزيتيف، وطالب منك كمان مومنت والشير والبوزيتيف نيجاتيف. طب القيم دي تيجي منين كلها كده؟ من الساب. ادخل على الساب واجي من هنا الايكونز دي واقول له فريم ماشي، واجي اقول له طبعا نتيجه اي انهي حاله هي الماكسيمم، واقول له جيب لي مومنت 3 3 ابلاي كلوز. خلاص؟ بعدين اختار دول، بعدين اقول له مين؟ اقول له طبعا انا ممكن اختار فريم واحد، يعني اختار فريم فريم واروح اصدره واطلع الحاجه بتاعته عشان ارتب الدنيا يعني، واقول له ديسبلاي شو تيبل، وبعدين ادخل على element output فريم تيبل element فريم وسيلكشن انهي لود كيسز اللي هي الماكسيمم، واقول له اوكي واقول له اوكي واقول له صدر لي الكلام ده لمين؟ الاكسل. لو جيت بصيت كده اهو. طيب تعالى الاول كده على الساب تاني، انا كده صدرت القيم خلاص جهزت كل حاجه. لو انا جيت بس على الرافتر ده وقلت له رايت كليك، هيجي يقول لي ايه؟ هيجي هتلاقي الراجل جايب لك، خلي بالك في نقطه حمراء كده بتتحرك على مين؟ على الرافتر. النقطه ديت اهي بيقول لي العزم عندها كنيجاتيف اللي هو ماينس 1.57، ونيجاتيف النيجاتيف هو ليه؟ سالب 21. خلاص؟ طيب لو انا جيت هنا في الاخر هنا طلع العزم هنا في النقطه دي البوزيتيف طلع 9.65. طيب هل انا اصمم على اني واحد فيهم؟ يعني انا دلوقتي
عندي الراوتر بالشكل ده. طلع العزم هنا بالشكل ده اهو. طلع هنا 9.56 وطلع هنا ب 21. هذا لما اجي اروح اصمم الراوتر ده اصممه على القيمه الكبيره ديت كلها ولا اصممه على الصغيره ديت ولا ايه؟ طبعا انا هدخل التو القيمتين دول كمان شويه في الاكسل. بس الفكره في ايه؟ الفكره ان انت لما تيجي تصمم على القيمه الكبيره اللي هي 21 دي هتطلع لك قطاع كبير جدا، وانت اساسا مش عايز كل القطاع ده، انت عايز بس الحته الصغيره ديت اللي تصممها على القيمه اللي هي بتاعت 21. انما الباقي ده كله هيبقى مين؟ مور سيم. بالتالي بعمل ايه؟ بصمم على الصغير اللي هو ده. اوكي؟ يعني انا عندي القيمه هنا بزيرو، زيرو مومنت. ببدا اطلع 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 لحد ما باجي عند انهي نقطه؟ عندها اللي عندها المومنت بتاعي بماينس 9.56. اذا القطاع بتاعي من اول البوينت دي من النقطه دي لحد النقطه دي لو جيت صممتها على المومنت ده هيشيله. طب والحته دي؟ لا طبعا هو القطاع هيبقى حاجه واحده بس الحته الصغيره ديت هتبقى انصف معايا مش كده؟ فببدا اعمل لها حاجه اسمها ايه بقى؟ بونش. يعني ادي العمود اهو وادي الرافتر عالي اهو، فببدا اشوف مقاس الحته دي قد ايه بقى؟ الحته دي قد ايه؟ طبعا هجيبها دلوقتي كمان شويه من الساب وابدا اعمل هونش. الهونش دوت عشان خاطر يعوض لي مين؟ فرق المومنت ما بين ده وما بين ده. وطبعا الهونش ده بيبقى عباره عن بليته كده، طبعا المسافه زي ما قلنا بيجي هنا من ايه؟ هحددها من الساب، هيبقى 2 متر مثلا ولا حاجه. والجزء دوت طبعا بحدده بناء على ايه؟ يعني مثلا انا لو عندي ادي البيمز بتاعت الرافتر تحت اللي هي الهونش ده بيبقى عباره عن مين؟ عمق برضه نفس مين؟ نفس الرافتر اللي هو الطول ده اللي هي المسافه دي. خلاص؟ يبقى دي الفكره كلها عشان خاطر ما تروحش تعمل قطاع مثلا اي بي اي 500 ولا 600 القطاع كله يبقى مور سيف معاك فانت مش محتاج الكلام ده كله. خلاص؟ المهم هتيجي هنا اهو عشان تحدد المسافه بتاعه الهونش دي هتعملها ازاي؟ خلي بالك هنا عندك المومنت طالع بكام؟ زي ما قلنا 9.65. هتقعد تمشي 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 لحد ما توصل لسالب كام؟ سالب 9. كام؟ 6.5 اهو اللي هي دي بالماينس. اذا انت عندك من المسافه من اول هنا، انتوا شايفين يا جماعه ولا ايه؟ من اول هنا لحد الاخر دي مين؟ هتبقى طول مين؟ الهونش. طيب احددها برضو ازاي؟ انا عايز كرقم، عايزها كرقم. من اول النقطه دي انت لو جيت بصيت كده هتلاقي 2.64 متر. طب لو سجل الرقم ده كده 2.64، لو جيت مشيت كده اهوت للاخر هتلاقيها بكام؟ بزيرو. اذا انت اصلا عندك الهونش هيبقى بالطول دوت اللي هو 2.64. بس انت طبعا هل انت بتقول 2.64؟ انت قلتها مثلا 2.6 ولا حاجه او 2.7 وهكذا. خلاص؟ طيب تعالى بقى ارجع هنا. انا دلوقتي انا يهمني مين؟ يهمني المومنت اللي هو 3.3 ويهمني الشيل اللي هو الفي 2 دوت ويهمني كمان مين؟ البي. فانا الحاجات اللي ملهاش لازمه انا هشيلها. ده هقول له ديليت وده هقول له ديليت ونفس الكلام ده برضو مش عايز الكلام ده. هاجي اقول له انا عايزك تجيب لي ماكسيموم مين؟ ماكسيموم بوزيتيف او المومنت اللي هنقوله المومنت بوزيتيف هيبقى عباره عن كام؟ هيبقى ايكوال، هقول له ايكوال واقول له جيب لي الماكسيموم من مين؟ من القيم دي. انتر. اللي هو طالع 9 بوينت كام؟ 6.5. ده الموجب. هاخد برضو القيمه ديت تحت كده واجيب مين؟ النيجاتيف. ادي النيجاتيف تبقى عباره عن كام؟ هاخد برضو دي تحت بس هخلي دي ايه؟ مينيموم. طلعت بسالب 21.26. يبقى انا كده طلعت مين؟ طلعت المومنت. محتاج مين كمان اطلعه؟ محتاج بقى اطلع الشير. فاجي هنا هقول له ال V بوزيتيف برضو واجي اقول له هنا برضو ماكسيموم ايكوال الاول
لدول انتر، وبعدين اخد دول برضو انزل بيهم لتحت، خلي دي بقى مين نيجاتيف ودي مينيمم. طلعت بسالب 6 بوينت كام؟ 3.39. واجيب برضو مين؟ واجيب النورمال. اجيب النورمال عبارة عن ايكوال ماكسيموم من دول، واجيب النيجاتيف. ايكوال انتر. كده خلاص انا جبت كده القيم بتاعتي اهي. ابدا اروح بقى لمين؟ لشيت الاكسل عندي. بيطلب منك اول حاجه البوزيتيف، القيم البوزيتيف. قيم البوزيتيف عندك كام؟ عندك 6 كام؟ 9 بوينت كام؟ 6 5. والنورمال بكام؟ النورمال بكام؟ الاثنين طالعين اصلا بكام؟ فدي بصفر، يعني دي هتبقى بصفر. خلاص، لان الاثنين طالعين نيجاتيف. ماشي؟ الشير طالع بكام؟ الشير طالع اللي هو البوزيتيف 0.34. 0.34. والشير والمومنت بقى النيجاتيف سالب 21.26 زي ما هي. طيب والنورمال سالب 3.47. سالب 3.47. والشير سالب 6.33. سالب 6.33. بس خلاص، بيبدا يطلب منك مين؟ سيكشن سيليكشن. اختار القطاع اللي انت عايزه. قطاع مثلا، خلينا مثلا دلوقتي اي بي اي 330. احنا تقريبا كنا واخدينه هناك برضو في الساب بنفس القيمه، صح؟ صح؟ تقريبا اي بي اي. تمام، هاجي هنا اهو. طبعا هو هنا حسب لك مين بقى؟ حسب لك البي فلانج والتي فلانج والاتش والتي ويب. طب ليه حسب دول؟ عشان يعمل انهي تشيك؟ الكومباكت بقى والنون كومباكت. خلاص، تعال انزل تحت كده. بيطلب منك الرافتر داتا، بيقول لك التوتال لينث اوف رافتر طوله بكام؟ يعني انا لو جيت هنا اهو قلت له تعالى يا عم ناو رايت كليك، هيديك الطول بتاعه بكام؟ اللي هو سالب اللي هو 10 متر، صح؟ فهاجي هنا اهو واقول له هنا 10. بيطلب منك البرلين سبيسنج، المسافه ما بين البرلين، واخدينها في الرافتر كام؟ في الفريم 2، صح؟ واخدينها 2. وبيطلب منك البريسنج سبيسنج. بريسنج سبيسنج دي لو انا جيت هنا على الاوتوكاد وجيت بصيت كده، عندك دي المسافه من اول دي لحد هنا. تعالى كده بس نعمل ماتش، طلع كام؟ 5 بوينت كام؟ 9 كام؟ 9.9. وطبعا الصغيره الثانيه ديت انا باخد مين؟ الكبير فيهم، يعني بتشيك على الكبير فيهم. انا لو جيت برضو عملت ماتش، لا 3.9. خلاص، يبقى انا هاخد على السته دي. خلاص، دي البريسنج سبيسنج. اجي هنا اهو اخدها 6 زي ما هي. بعد كده هتلاقي الراجل عمل لك ايه؟ تشيك سيليكشن بقى، بروبرتيز اوف سيكشن. خلاص، طبعا هنا لو جيت بصيت كده هو عامل لك ايه هنا؟ ايه الاتش دي مقصود بيها ايه دي؟ يعني ايه سيكشن واحد ده وسيكشن اثنين؟ ده بتاع الهنش. خلاص، انما ده القطاع اللي هو العادي اللي هو في الجزء اللي هو عند ال 9 بوينت كام؟ 6 5. بدأ هو الراجل يعمل لك تشيك للكمبريشن، فحدد لك القطاع بتاعك هو كومباكت ولا نون كومباكت. خلاص، وبعد كده بيطلب مني تشيك نورمال ستريس. فبيطلب منك حاجه مهمه جدا اسمها السي بي. مين السي بي؟
اللي احنا كنا بنجيبها من كيبل اللي هي كانت 1.13 لو كان الشكل بتاعك مين سم صح؟ هو بيصمم الهونش بتاع السيما. لا هو ما بيصممش الهونش، انا اللي بصمم الهونش، انا اللي هصمم الهونش. انا عملت ايه فكره الهونش دي؟ بدل ما اخد القطاع بتاعي اللي هو الرافتر بقى 20 متر ولا 15 متر، انا بس خدت الحته اللي فيها العزم الكبير ده واستعوضت بيها، بس عملت ايه؟ الهونش. الهونش ده بيبقى عباره عن بليته، يعني بليته رقصيه وبليته ثانيه اللي هي بالشكل ده وملحومين في بعض وخلاص على كده. بليته هنا اهو وبليته اللي هي الجزء ده، بليته عرضيه كده تحت الرافتر خلاص، وملحومين طبعا في بعض خلاص. وطبعا في بليته هنا كمان بليته رقصيه خلاص، اكنه قطاع شايف الاي دي بس مقطوع كده بالشكل ده، فهو واخد الشكل ده بس خلاص تمام. طب لو عايز ادخله على السيب بقى مش سيب؟ لا بس بتخش، ما بيدخلش على السيب ده بره كده بيتكلم زي الكونكشن، زي الكونكشنز برضه لما هنشوفهم مع بعض. يعني السيب ما يقدرش يتعرف عليه يعني. لو انا مثلا استبلق، لو انا بتكلم على الروبوت بيصمم كونكشن وممكن تدخله الكلام ده بسهوله. لو انا مثلا شغال على الدريفت ممكن اعمل الموديلنج وادخل الكونكشنز بتاعتي واصدرها للروبوت وهو يعمل كل اللي انت عايزه. لو انت شغال على برنامج اسمه كروكون برضه بيصمم كونكشن. ففي برامج كده بتصمم كونكشن زي اللي احنا هنلجا له، برنامج الليمبو. برنامج الليمبو يعني انا مثلا عندي اتصال التو رافتر دول مع بعض، ما هو هتبقى هنا في كونكشن. الكونكشنز دي برضه بعمل ايه؟ بعمل هنا مين؟ لان العزم بيبقى هنا كبير. بالتالي بعمل هونش، الهونش ده بيبقى شكله عامل كده. فدي كونكشن. خلاص؟ تمام. ببدا بعد كده. طبعا بيقول لي الانتر اكشن ايكويشن بتاعتي سيف سيف كل حاجه سيف، بيطلب منك اللينث اوف هونش. هنا بقى بيطلب منك مين؟ طول مين؟ الهونش اللي هو 2 بوينت كام؟ 2.7 خلاص. والال انسبورتد اوف كومبريشن فلانج فور ساب برضه هي نفس الايه؟ نفس القيمه اللي هي 2 بوينت كام؟ 2.7. يبدا هو الراجل يعمل لك تشيك على كل اللي انت عايزه وقال لك سيف سيف كل حاجه. طبعا قطاع طلع مره واحده سيف كده، فابدا اعمل ايه؟ انزل بالقطاع بتاعي مثلا بدل ما هو اي بي 330 اخليه مثلا 300 قال لي ايه؟ قال لي انصيف. يبقى هرجع تاني واقول له فين؟ خليه 330. هنا بس في حاجه برضو هنا تانيه، حاجه اسمها ني بريسنج. ني بريسنج دي حاجه اسمها عامله زي الركبه كده. الركبه ديت بتقلل لي الباتلنج اوت اوف بلين. يعني انا لو جيت بس هنا اهو بصيت عليها كده، ودي طبعا هنشوفها لما ندخل في الاعمده المره اللي جايه ان شاء الله. يبقى شكلها عامل كده، تبقى مربوطه فين؟ في البرلين مع مين؟ مع الرافتر نفسه عشان يقلل مين؟ يقلل الباتلنج. خلاص؟ يبقى ده احد الحلول اللي انا ممكن من خلالها اقلل الباتلنج بتاعي في الكاميرا. خلاص؟ ان انا اعمل السيستم بتاعي اللي هو الني بريسنج. هنشوفها اكتر زي ما قلت لك في الاعمده، لان العمود بيبقى عندك 13 متر ولا 10 متر، بالتالي الباتلنج اوت اوف بلين بيبقى طول العمود. وبالتالي ببقى محتاج ان انا اقلل الباكلنج بتاعي، فببدا اعمل له الني بريسنج. الني بريسنج عشان تقدر تعمله لازم يكون في سايد جيرتس للاعمده، عشان هيتربط فين؟ هو اصلا بيتعامل ما بين السايد جيرتس مع العمود. لو انت مثلا بتتكلم الرافتر يبقى لازم يكون في برلين عشان خاطر ايه؟ مسمار مع البرلين مع مين؟ مع الرافتر نفسه. خلاص؟ تمام. كده الراجل قال لك ايه؟ قال لك سيف، يبقى انا كده خلاص طلعت القطاع بتاعي. سيف ومفيش مشكلة. أنا عايز أقول لكم، أنتوا كنتوا بتقولوا من شوية أو قبل ما نبدأ، طبعًا يا عم ده الإكسل اللي بيعمل الكلام ده، ما هو عمله في ثانية أهو. بس هل أنا فاهم بقى يعني مثلًا أنا لو جيت بصيت على تشيك ستريس، أنا فاهم بقى الـ Unsupported Maximum، وفاهم الـ FLTB دي عبارة عن إيه، وفاهم كل الكلام اللي موجود في الإيه؟ في الإكسلاري، مش بدخل أرقام ومش عارف إيه اللي بيطلع. واصلة؟ تمام؟
طيب نفس ال... بما اننا بنتكلم عن البيمز فتعالى نتكلم برضه عن البرن. ما هي البرن والسايد جيرتس دول اصلا عباره عن مين؟ عباره عن كاميرات. فتعالى كده نشوفوا بس الكونسبت بتاعهم سريعا بتاع التصميم المانيوال بتاعهم ونيجي نشوف برضو اكسلايه هتخلص لك الموضوع ده. خلاص بقول لك هو اصلا البرلين دي وظيفتها اصلا ايه في الحياه في المنشأ؟ انها بتشيل التغطيه بتاعتها صح، تقلل السبيسنج بتاعت الكروجيت شيت شيت فبتقلل بتقلل الباكلين يعني الديفليكشن. طبعا يستخدم لتصنيع المدادات نوعين من القطاعات، يا اما هوت رول يا اما كولد فورمنج. كولد فورمنج بتعمل زد سكشن او بتعمل هوت رول مثلا بتعمل سي وهكذا. خلاص ماشي. اقول لك عاده تستخدم قطاع من احد القطاعات اللي هي بالشكل دوت. خلاص المدادات طبعا بتتحط في التراس عند الجوينت زي ما احنا عارفين الكلام اللي هو المانوال اللي احنا اصلا عرفناه في البدايه خالص. طيب قال لك خلي بالك الاوزان المؤثره على المدادات يكون اتجاه في اتجاه مين؟ الجاذبيه اي راسيه ولاسفل. خلي بالك بقى لان انت عندك في تو كيسز في البرن عشان تحدد من خلالها ال ال انسبورتد اكشوال. ان انا دلوقتي عندي ادي الرافتر وعندي ادي البرلين بالشكل ده. البرلين مش انا عندي تو كيسز، الكيسز الاول الاولى اللي هي ايه؟ هي الديد بلس مين؟ اللايف. وعندي الثانيه اللي هي الديد لود بلس اللايف بلس مين؟ اي سكندري. خلاص؟ طيب لو انا عندي الكيسز رقم واحد دي اللي هي ايه؟ اكبر من الثانيه دي، يعني الحمل اللي جاي لي من هنا اكبر من دي، فساعتها طبعا الاحمال بتاعتك كلها جايه مين؟ راسيه بالشكل ده. اذا فين الضغط على البرلين؟ هيكون فين؟ عند شفه الضغط دي هتبقى مضغوطه. مش كده ولا لا؟ طيب مش البرلين دي في هنا تغطيه؟ صح؟ طب التغطيه دي هتعمل ايه للبرلين شفه الضغط دي؟ هتمسكها. اذا لما تيجي تحسب في الحاله دهية الا انسبورت الاكشن هتبقى بصفر. لوجود مين؟ لان انت مش احنا بنعمل التشيك بتاعنا على الكومبريشن فلانج والويب صح؟ طيب لو انا دلوقتي مثلا الحاله بتاعت الديد بلس اللايف بلس السكندري دي هي كانت الاكبر. فساعتها الحمل بتاعك جاي ازاي؟ لفوق لاعلى بالشكل ده. لاعلى بالشكل ده. صح؟ فساعتها فين الشفه بتاعت الضغط؟ اللي هي تحت اللي هي دي. طب هل دي ممسوكه؟ من تحت مش ممسوكه، ما بتبقاش ممسوكه. يبقى ايه؟ ليه؟ لان هي بتبقى المسافات ما بينها بتبقى موجوده على الرافتر على طول، ما هو ده رافتر. ده الرافتر. فلما تيجي تحسب ال ال انسبورتد اكشوال هتكون فين؟ المسافه ما بين مين؟ ما بين البرلين وبعضها. لانها مش ممسوكه، انسبورتد. خلاص؟ لكن الحاله الثانيه دي عشان وجود التغطيه بتاعتك فهي ماسكاها. تمام؟ دول الحالتين اللي عندي. خلاص طبعا لو انا بتكلم على الستبس بتاعتي سريعا هتلاقي الاسبان بتاعك اند ستراكشر سيستم هو عباره عن مين؟ كون المسافه ما بين نقط ارتكاز البرلين هي المسافه ما بين المين سيستم صح؟ اللي هي مثلا طولتها 6 تبقى هي ال 6 متر. خلاص اللودنج بتاعتك هي اللودنج اللي على البرلين دي بتبقى عباره عن مين؟ الكروبيد شيت. وايه كمان؟ صح كده؟ وايه كمان؟ والويند. مش كده؟ مش بيبقى عليها ويند؟ تمام. طبعا ده احنا خلاص عرفنا السنجل لاير في الكوروجيتد شيت عرفناها من 5 ل 8، الدبل لاير ما اعرفش بكذا، البرلين اساسا وزنها نفسه من 15 قلنا ل 20 كيلو جرام. خلاص؟ وعندك كمان بعد كده مين بتحسب؟ طبعا الدبل ديد لود وبتحسب اللايف لود لو السقف بتاعك اكسسبل روف او ان اكسسبل روف وهكذا. تمام؟ انا بقول لك بس المانيوال بس سريعا كده. والويند لود زي ما انت عارف السلينج، يعني بص في الحاله الاولى الكيسز رقم ايه؟ ديد بلس اللايف، ال ال انسبورتد بتاعتك بايه؟ بزيرو عشان ممسوكه فوق بمين؟ وبعدين تبدا تحسب الام اكس والام واي والكيو اكس اللي هي السلينج اكشنز اللي طالعه من السالب. اتفضل. اتجاه حمل الرياح هنا مش هيبقى على هيبقى على ال هيبقى عكس الاتجاه اللي هو اللاين بتاع الكاميرا نفسه. عكسه ازاي؟ يعني المادات طلع كده. اللي هو مش سطوره بس اللي هو في الاتجاه العمودي على السطوره. ماشي. تمام اتجاه الرياح عمودي بقى على اتجاه عمودي طبعا كده. ما هو انت مش انت عندك اي شكل؟
الفريم وشكل المدالة بالشكل ده. احنا عموما لما جينا لحد دلوقتي لما جينا نمزجنا الكلام ده على الساب نمزجنا بس الكرة خلاص. انت دلوقتي جاي لك حمل رياح رايت او ليفت واتيفر، هو بيأثر هنا كبريشر وهنا كايه كسكشن وهنا كسكشن، فهو عمودي على البرلين نفسه مع نفس زاوية الميل اللي هي 1:10 اللي هي بتاعت الرفر نفسها. وصلت؟ عمودي على البرلين. اه طبعا خلاص. مش انت عندك الرفتر ده زاوية الميل بتاعت 1:10، وانت اصلا الحمل لما كنا بندخله في الساب كنت بندخله ازاي؟ سكشن بالشكل ده؟ صح؟ ممكن ما يكونش سكشن. اللي هو على ايه؟ اللي هو انهي برلين دي؟ لا ما احنا قلنا هندسه ان ده لو انت الحمل جالك من هنا ده على طول بيبقى ايه؟ بيبقى بريشر، وده ده بيتحسب من 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 الكود على حسب. ده سكشن. لا لو الحمل جالك من الناحيه الثانيه من الناحيه ده دي ما هو ده هيبقى ايه؟ هيبقى سكشن برضه لفوق. وده سكشن وده سكشن بس بيختلف القيمه، هنا بخمسه من عشره لكن هنا بتدخل الانشارت عشان تقدر تحسبه. يعني حتى يمكن احنا قلنا ان احنا بناخد القيمه دي تقريبا ب 8 من 10. ايه هي؟ طب يعني توزيع شكل حمل الرياح على البرلين ماشي ازاي؟ ما هو كده هيبقى بالشكل ده عمودي بالشكل ده. بالشكل ده. حمل الرياح ما هو اصل انت مدخله ازاي اصلا؟ هو عمودي على الرفتر بس هو وعمودي طبعا على البرلين لان البرلين برضه مايله بنفس زاويه الميل. ماشي بس البرلين اتجاه لجوه هو عمودي على ايوه. ايه المشكله اتجاه لجوه؟ يعني ايه المشكله اتجاه لجوه؟ ما هي مش فارقه، هي الفكره كلها زي ما قلت لك البرلين ادي الرافتر اهو وهي مايله بنفس زاويه الميل لجوه. لجوه اه طب ما انا بقول لك اهو، فالحمل بيغوطها عايز يغوطها بتاع الرياح ده عايز يشيلها ويقلعها من مكانها. تمام؟ ماشي. طيب في حاله الدد، الدد ديت زي ما قلنا اللاترال ال ال سبورتد اكشن هتبقى في مين؟ بزيرو لانها ايه؟ ممسوكه من فوق. اوكي؟ طيب وطبعا تدخل زي ما قلت لك تدخل تعوض في القوانين بتاعتنا اللي هي عشان تجيب الاستريننج اكشن ام اكس وام واي اللي هي دبليو ال سكوير على 8 وهكذا. خلاص؟ لو الكيس 2 بقى رقم 2 ساعتها ال ال سبورتد بتاعتك بمين؟ ما تنفعش تبقى بصفر، هتبقى بمين؟ بالاس اللي هي مين؟ المسافه ما بين البرلين. انا ما اعرف مين هي كيس 2 عشان اجيب الماكسيمم ماكسيمم. ايوه طب هو عارف منين الماكسيمم ماكسيمم دي اللي هي فيها؟ ما احنا قلناها على فكره المره اللي فاتت. احنا قلنا تقعدوا تدوروا خلاص؟ تمام. عموما هتلاقوا كمان شويه الموضوع ابسط من كده بكتير. احنا لما بنيجي نصمم اصلا البرلين او السايد جيتس مش بنصممها ولا بنطلع السليننج اكشن ليها. ده انت بتدخلي وزنها ايوه فعلا في الشيت في الاكسلات هو بيصمم لك البرلين دي بتبقى خلاص؟ تعالى قال يحسب بقى مين؟ نفس الكلام ام اكس ام واي وكيو. وطبعا لما بنيجي نصمم بتصمم على مين؟ على العزم الاكبر اللي جاي من الحالتين، يعني انت المفروض بتحل بالايه؟ بطريقه بالكيس رقم واحد والكيس رقم اثنين واللي طالع في العزمين من السترينج اكشنز بتصمم عليه، اشتغل عليه، نفس الاجابه، خلاص؟ طيب، نفس خطوات التصميم بقى تحدد القطاع كومباكت ونان كومباكت واللاترال تورشن باكلينج نفس الكلام اللي احنا ايه قلناه المره اللي فاتت. حاجه بس مهمه كده اهو ان احنا بيقول لك ساعات المومنت بتاعك بيبقى على الكبره بتاعت البرلين بيبقى كبير وبالتالي بنلجا ان احنا بنعمل ايه؟ نعمل حاجه اسمها تايرو او سياخ حديد، سياخ حديد مثلا قطر 12 مللي خلاص ونبدا نربط بين البرلين ببعضها عشان تقدر ايه؟ تقوي البرلين ده. اه وانا بقول لك انا استخدام القطاعات للشانل في البرلين تعطي عزم كبير وبالتالي انا عايز اقلل الايه العزم ده فبعمل التايب خلاص. طيب لو انا جيت بصيت بقى اخر حاجه اهو البرلين شيت اكسل بسيط هتيجي اهو اللي هو للهوت رول بيقول لك السبان بتاعها كام؟ احنا عندنا 6 متر مش كده؟ قال 6 متر السبيسنج 2 صح؟ بيطلب منك الايه او الالفا والليه اللي هي زاويه الميل بتاعها اللي هي 10 صح 10 درجات وبيطلب منك بيقول لك يوزنج تايرود ولا مفيش؟ يعني بيقول لك نو تايرود
ولا عندك سيخ حاطط سيخ ولا اتنين اللي هو احنا لسه قايلينه من شويه؟ خلاص لا يا عم انا هقوله دلوقتي مفيش، مش عايز دلوقتي خلاص. وبعد كده بيطلب منك بس في حاجه واحده، الاون ويت بتاع الايه، بتاعه البرل اللي هي من 15 ل 20، قلت له 20 خلاص. طيب بيطلب منك عشان يحسب اللايف لود ياخده في الاعتبار، بيقول لك هو ان اكسسبل ولا اكسسبل، يعني هو السطح ده مستخدم ولا غير مستخدم. نعم طب انا دلوقتي هروح حسب النوم كبير، طب يعني فرنج كام؟ لا ملهاش رينج، يعني انت دلوقتي ما هو انا بقول لك السبيسنج مثلا ما بين المين سيستم وبعضها مثلا انت عندك لحد 8 متر كويس، انت واخده بالك؟ لو انت مثلا انت بتبقي شغاله على قطاعات معينه خلاص، اللي هي مثلا سيت شانل مثلا او يو بي ان مثلا 150 او 140، لو البتاع دي زادت اكتر من كده يبقى ساعتها انت محتاج، ما هتزيد بناء على مين؟ على المومنت، المومنت هيزيد وبالتالي ممكن اعمل مومنت. بس في الغالب التايرودز ده بيبقى تنفيذه بيبقى في الموقع بيبقى صعب الى بعض الشيء، وبالتالي بتلاقيها مسيبه اصلا معايا، يعني الاسبانات بتاعتك من 5 ل 8 بتلاقيها مسيبه معايا خلاص. طيب لو الروف بتاعك طبعا بيبقى ان اكسسبل، لو هو غير مستخدم خلاص بقول له ان اكسسبل، بيبدا يحسب بقى بص نفس الكلام المانوال اللي احنا لسه قايلينه، ادي اللايف لود الدبليو لايف لود الدبليو اكس لود والكيو شي والكلام ده كله. وبعد كده في الاخر خالص الويند لود، مش انت دلوقتي دخلت له معلومات عن مين؟ عن الديد واللايف، طالب مين كمان؟ بيطلب منك الكي، مين الكي دي؟ اللي هو ايه؟ اللي هو اكسبوجر فاكتور، اللي احنا قلنا 10 متر بيبقى بواحد، اعلى من 10 متر بيبقى بواحد بوينت 1.5 اللي هو 1.15 خلاص؟ طيب هو انا المبنى بتاعي قد ايه؟ اقل من 10 ولا اكتر؟ 8 يبقى خلاص هناخده بواحد، بقى بواحد. والكيو، الكيو ديت اللي هي السرعه بتاعت الرياح، سرعه الرياح اللي احنا قلنا ب 80 هنا في اسكندريه، فتاخدها ب 80 خلاص. يبدا برضو يحسب حساباته، وهنا هو بص يا هندسه ابدا اديله قطاع، انا مثلا هقول له القطاع بتاعي يو بي ان مثلا بيطلب لحد 100 من اول 100 خلاص. تعالى كده قال لك انصيف مبدئيا كده، انصيف مين؟ ستريس نورمال انصيف، لكن الشير بتاعك مسيب، والمومنت بتاعك او الديفليكشن ولا ايه كمان مش مسيب، يعني الديفليكشن ده حسبه منين؟ مش احنا عندنا اي كاميرا في الدنيا بيبقى عليها ثلاثة ستانيلنج اكشن؟ انا عايز اعرف كيف انا دلوقتي عندي كاميرا، لو انا بتكلم على الشكل ده اهو بيبقى عليها نورمال يا هندسه، لان انت بيبقى مثلا عندك ادي السبورتس بيبقى فيه مومنت خلاص، وبيبقى طبعا فيه شير وبيبقى فيه نورمال. لو انا عايز ارسم النورمال على الرافتر، اهي نفس الفكره نفس الكاميرا، بس هو الرافتر جاي له نورمال من الويند حلو عشان في اتجاه السكشن ذات نفسه، ده اللي هو مين؟ الرافتر. تمام. طب السي بقى شغل ده جاي له منين؟ لما نيجي نعمل السيستم كامل اللي هو الساب موديل كمان مرتين بس كده، هو احنا حاطين الويند في اتجاه ثاني يبقى فيه لسه ما دخلنا. ما هو انا بقول لك انا مش هدخله اصلا، ما انا باستخدام شكل الاكسلات دي خلاص انا مش محتاج ان انا اعرف اصلا البرلين على الساب، لكن انا لما اجي ادخل على الساب موديل لازم ارسمها عشان خاطر ارسم البريسي، عشان احدد اماكن البريسي، انت واخد بالك؟ هي كده كده اصلا لازم يكون في نورمال عليه، لان انت جاي لك احمال على المنشا كله من كل الاتجاهات، وما تقدرش على فكره تحددها وما تقدرش ترسمها، اللي هيحددها لما ترسمها على الساب موديلنج وتقول له رن طلع لي بقى النورمال فورس والشير والمومنت، ساعتها هيديك قيم دي. وانا هنا هديها له كام؟ ما هو انا مش هديها له، ده هو انا كل اللي انا بعمله بديله ديد لود ولايف لود ويند لود، وهو في الاخر هو اللي بيحسب لك، هو اللي بيعمل لك التشيك على النورمال والشير والمومنت. هو عمل ازاي بقى التشيك بتاع النورمال؟ ما هو هندسه في المانيو يعني، هو جاب القوه منين؟ قوه ايه هندسه؟ انت مش عندك الكاميرا عليها ديد
احمال ولايف ووينت الكاميرا اهي. عايز تحسب، عايز دلوقتي تحلل الكاميرا دي، هتحللها ادي جيب مثلا السيجما اكس والسيجما واي والمومنت، طلعت نورمال وشير وفورس ومومنت على الكاميرا. نفس الكلام اهو. هو قصده على فكره ان هو بنحط قوه في البدايه، هو قصده صح. القوه دي احنا جبناها منين؟ كان هو هتعمل برومس سيمبل جيم. تمام، هو مش اي سيمبل جيم، هي اكس. هو ايه الاكس؟ لازم يبقى فيه اكس، القوه اكس مؤثر عليه. ما هو ده، ما هو جاي لك وين العلاقه بيبقى عليها نورمال ومومنت. ثواني، ما هو جاي لك وين؟ الله ينور عليك، الله ينور عليك. النتيجه ان وين انا دلوقتي هو جاب منين الويند وحسبها مين اللي جاب الشيت؟ ما هو الشيت متصمم على كده، الشيت نفسه متصمم على كده. روح انت صمم شيت اكسل بجد والله، صمم شيت اكسل وشوف انت ممكن تدخل الحاجات دي ازاي او الفاكتور دي ازاي. بس هل انت مش مقتنع ان البيرلين دي ما عليهاش نورمال ولا مقتنع بيها؟ لا خلاص، هي بس خلاص عايز اعرف بس هي جت منين. دي جت منين؟ لما نيجي زي ما قلت لك نعمل الساب موديلنج وادخل اعمل المبنى كله كساب موديلنج، هتلاقي هتبص هتعرف تطلع النورمال والشير المومنت على الاضلاع بتاعك. بس زي ما قلت لك انا مش عايز ادخلك، انت ممكن تطلع القطاع بتاع البيرلين بطريقتين، بتاعت الساب موديلنج وترسم البيرلين، بس هيبقى الموضوع غلس عشان ترسم الايه؟ البيرلين. لكن احنا لما جينا اشتغلنا على الساب عملنا ايه؟ رسمنا 2 دي فريم، ولو تفتكروا دخلنا الحمل بتاع البيرلين كحمل ايه؟ موزع على المين سيستم اللي هو طالع 20، قسمناه على المين سيستم وبعض. خلاص؟ نفس الكلام اهو، الراجل هنا في المانوال في الكيس، سواء كان كيس A او كيس B، حسب الاون ويت، حسب الاوزان، وبعد كده حسب الاستريننج اكشن بالشكل ده اهو، سواء ام اكس او ام واي او كيو اكس او حتى شير ونورمال. خلاص؟ لو انا عندي السايد جيرتس، ما هو السايد جيرتس ده برضو عباره عن مين؟ عباره عن كاميرا. طب تعالى بس الاول نسيف ده، خلاص نقوله 120، برضو مش مسيف، 140 160، يبقى اذا ايه؟ مسيف معايا 160 اللي هي الايه؟ هو في حدود قطاع معين ولا هو لا انت بتقول لما بقى دي كده يبقى في احتماليه ان هو اكبر بالظبط، يعني بس هو سبيسنج، لكن مش مثلا لحد رينج معين في القطاع. لا مفيش رينج، مفيش رينج. خلاص؟ لو انا عندي مثلا السايد جيرتس، السايد جيرتس برضه ما هو عباره عن مين؟ ما هو عباره عن يو بي ان، بس موجوده بس فين؟ في الجنب. خلاص؟ بيطلب منك برضه مين؟ الاسبان والسبيسنج، ولو انت عندك تايرود وبيطلب منك الاون ويت بتاع الشيت اللي هو الكروجيتد شيت اللي هو من 5 لكام؟ ل 8. وبيطلب منك الويند لود السي ال السي اي، مين السي اي بقى؟ هو بالظبط، هو بريشر ولا ساكشن. خلاص؟ وبيطلب منك الكي وبيطلب منك الكيو. خلاص؟ وبيطلب منك اليو بي ان بتاعتك هي قد ايه؟ وهو برضه بيعمل لك مين؟ بيعمل لك التشيك سواء نورمال او شير او يعني انا دلوقتي بس هاجي افتح